السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما انتم شايفين انا هنا كده هعمل لافتة. انا كنت عملت اللافتة دي السنة اللي فاتت، بس اللافتة كانت عليهم برضو في سنة تانية ابتدائي وعليهم السنة دي في سنة تالتة ابتدائي. فانا كنت عاملة اللافتة دي وقت بصراحة، يعني انا عملت الجزء اللي انا عملته ده بصراحة شايفة بنتي قالت لماما اعملها فيديو عشان لو حد حابب ان هو يعمل الفكرة وينفذها. فوالله يعني انا بصراحة ما خالفتش كلامها، فقلت يعني اكمل يعني اصور في الاصور بقى، يعني اكمل بقى معاكم الجزء اللي باقي منها. زي ما انتم شايفين انا هنا كده جبت الفخ الورق ده. الفخ الورق ده عارفين الفخ الكرتون الابيض الكبير، انا اخدت ربعه بالظبط، يعني اخدت ربع فخ كرتون. جبت انا اشتريت نص والنص اخدت ربعه. اللافتة اهي زي ما انتم شايفين هي كده، معروف ان اللافتة بتبقى صغيرة، يعني مش لوحة كبيرة ولا حاجة. انا بصراحة اخترت الوقاية خير من العلاج، لان هم عليهم كذا درس بيتكلم عن الوقاية والحماية، وان هم ازاي يخلي بالهم من حاجات كتيرة جدا يعني كويسة تغنيهم عن العلاج وكده. مش هتكلم كتير. بصوا انا هنا كده بروزت اللوحه اللافته، بروستها باللزق اللي هو اللامع ده، وكمان جبت انا كده كتبت كلمه الوقايه خير من العلاج بالفوم الملون زي ما انتم شايفين اهي انا كتبتها. حابين ان انا اقول لكم انا كتبت يعني الكلام ازاي او الحروف ازاي، اكتبوا لي في الكومنتات، وان شاء الله النشاط اللي جاي هقول لكم انا عملتها ازاي عشان ما اطولش عليكم في الفيديو. زي ما انتم شايفين علشان تطلع معاكم مظبوطه كده، حاولوا انكم تعملوا هنا كده بالمسطره خط بالقلم الرصاص وحطوا عليها الكلام. تمام. بصوا هنا بقى برضو ان زودت دولت هحطهم فيها. ده الهرم الغذائي، وده غسيل الايدي، وده الاسنان، وده ممارسه الرياضه. في حاجات تانية كتيره بس انا بصراحه حبيت ان انا اختار دول. زي ما انتم شايفين بصوا هلزقهم بقلم الجلو اهو، اول واحده اللي هي الهرم الغذائي كده. بصوا انا بصراحه ما حبيتش ان انا يعني الزق دي بالشمع. بصوا كده زي ما انتم شايفين اهوت، بصوا هحطه كده بميل كده اهو. بصوا كمان هحط برضو ده كده هو ممارسة الرياضة، هحطه هنا. بصوا حطيت انا ممارسة الرياضة، غسيل الاسنان، غسل الاسنان اهو هحطه هنا. بصوا حطيت برضو هنا غسل الاسنان وغسل الايدي برضو هحطه هنا زي ما انتم شايفين اهوت. بصوا هنا انا عملت كلمة لافتة اهيت، برضو قصيتها زي ما قصيت هنا كده بالفوم اهي، هحطها هنا فوق علشان ما تتحطش معايا معوجة او كده مش مظبوطة. بجيب المسطرة وارسم خط كده مستقيم. كده اهوت، واحط عليها الكلمه هنا اهو. بصوا زي ما انتم شايفين كده اهي كلمه لافته. بصوا اهي حطيت كلمه لافته زي ما انتم شايفين، وحطيت هنا كده الصور دي انا كده صورتها في المطبعه بصراحه، يعني ما كانتش عندي بس صورتها في المطبعه اهيت. ممارسة الرياضة، غسيل الأسنان، ده الهرم الغذائي. طبعا الهرم الغذائي فيه النشويات والخضروات والفاكهة والبروتين والحليب ومشتقاته، وهنا الحلويات والحاجات دي اهي زي ما انتم شايفين. هي كده تعتبر خلصت اللافتة. عايزين تعملوها كده اعملوها، عايزين تعملوا اللمسة الأخيرة بقى اللي أنا بعملها على طول بصراحة في كل نشاطاتي، يعني بعمل كده هي زي ما انتم شايفين. بصوا دي كده اللمسة الأخيرة بتاعتي، بحب أنا أعمل كده مجسمات صغيرة زي ما قلت لكم في الفيديو اللي أنا قلت لكم أنا بعمل فيه مجسمات بتاع المقلمة اهي. المجسمات دي أنا بشيلها بصراحة مش برميها، بطبعها كده على الفوم.
كده صورة ميكي. وكده عندي عملت قلوب صغيرة كده بالتدريج، كبير صغير 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 خالص زي ما انتم شايفين. طبعا انا هلزق، انا هحط دول هنا كده، هحطهم هنا او هحطها هنا كده زي ما انتم شايفين. احط واحدة هنا واحط واحدة هنا، احط واحدة ميكي هنا واحدة هنا اهوت. والقلوب دي كده هحطها بالتدريج اهي، بصوا كده زي ما انتم شايفين كده، او احطهم موقفهم كده بصوا. بصوا كده زي ما انتم شايفين، انا كده خلصت اللافته. يا رب تكون عجبتكم. بصوا امشوا بالخطوات وان شاء الله هتطلع معاكم احلى من كده كمان. زي ما انتم شايفين ده كده لزق من المكتبه، لزق الوان. ده كان عندي برضو من السنه اللي فاتت بصراحه، والحاجات دي كلها كانت عندي من السنه اللي فاتت، بس انا صورت دي جبتها بصراحه من المكتبه الفخ كرتون، وده طبعته برضو في المطبعه، يعني صورته في المطبعة لان ما كانش عندي بالحاجات دي. في حاجات تانية برضو، وقاية برضو، يعني في برضو حاجات تانية بصراحة يعني ممكن تعملوها، بس انا يعني هجبت الحاجات المهمة. يعني هيت ممارسة الرياضة زي ما انتم شايفين، في بقى النوم مبكرا، وفي حاجات تانية برضو، وده الهرم الغذائي هي زي ما انتم شايفين اللافتة بصراحة يعني حلوة قوي قوي لما من غير التصوير، شكلها جميل جدا جدا بصراحة. انا مش هتنيها كده، مش هتنيها كده يعني، لا انا هخليها كده زي ما هي، مش يعني هم هياخدوها معهم الفصل زي ما هي كده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وتكون اللافتة عجبتكم. بقى ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حفظ الله.